فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج ريفرش، كما عودناكم نقدم لكم فقرات متنوعة وتمارين رياضية وشرح طريقة التمرين بالكامل. اليوم إن شاء الله راح أتكلم عن موضوع، وموضوع هذا طبعاً يعني ناس مو ملاحظين بالنسبة حق الأشخاص اللي هم يتمرنون بالنوادي الصحية خاصة، يعني وايد متوجهين له، مو عارفين شنو أضراره، ما يفكر مستقبلاً، اللي هو الأشخاص اللي يأخذون هرمونات ومنشطات. طبعا بالنسبه يعني انا اتكلم عن اليوم، يعني اليوم لما تروح حق النوادي تشوف ما شاء الله يعني كميه الاوبر اللي هي برا موجوده، اشخاص صغار بالعمر يعني عمره 18 حتى ما كمل سن النمو الكامل ياخذ الهرمونات هذه اللي هي مو عارف شنو اضرارها، ما يقرا شنو تسبب له مستقبلا، يفكر فقط انه احتاج، انه انا عندي سفره ابي جسمي مثلا خلال اسرع وقت انه يعطيني شكل جمالي حق جسمي، ما يفكر مثلا بوظائف القلب، ما يفكر بوظائف الكبد، ما الكلى، هذه الامور كلها هو ما يفكر فيها، فبالتالي يتجه حق الامور هذه، وايضا يتجه حق المدربين الخطا، اكثر المدربين او بعض المدربين يقول له خلاص اخذ هرمون، اخذ الامر هذا، اخذ هذا، تلقى هو نفسه ما ياخذ لانه هو خاف على صحته، يدري انه فيها اضرار فيفكر انه بس يبيعه، ويشوف انه شخص صغير بالعمر فبالتالي ما ينصحه، ما يفكر ممكن شنو يصير ما يصير فيه، فبالتالي اليوم راح اتكلم عن اضرار اللي هي الهرمونات، وراح يعني راح اعطيكم ايضا حلول ممكن انكم تتفادونها. اول شيء طبعا عندك اضرار هرمونات ممكن تسبب لك عقم، ممكن تسبب لك ضعف الانجاب، ممكن تسبب لك تشوه بالجنين بالنسبه حق الاشخاص المتزوجين، ايضا عندك تاثر على وظائف الكلى والكبد، وبعض الاشخاص ايضا هم اللي ياخذون اوبر، حتى عندك الانسولين، انت جسمك اساسا فيه انسولين وفي جروث وفي تستيرون، ليش انا ادخل شيء زياده بجسمي؟ اي شيء يزيد بالجسم راح يأثر عندك انت، اذا الفيتامينات نفسها لما تزيد عندك ممكن تأثر عليك، لازم يكون عندك كل شيء معتدل بجسمك، فبالتالي عندك ايضا اللي هو نفس ما قلت لكم الانسولين، ممكن بعض الاشخاص يدشون بغيبوبه اللي هم لان الانسولين يرتفع الانسولين بالجسم فيحتاج انه ياكل، فهذه كلها الامور تأثر. طبعا في عندك امور كثيره وايد، ولكن انا ذكرت لكم بعض الامور اللي هي تأثر على الجسم، شلون تتفاداها، شلون يعني أوخر عن الأمور هذه اللي تضرني. لا أساساً الرياضة، مفهوم الرياضة شنو؟ مفهوم الرياضة، مفهوم الرياضة أنك أنت يكون جسمك صحي، عندك صحة، مو فقط أدش أتمرن أشيل لي حديدة ولا حديدتين أقول خلاص مثلاً شكل عضل كبار أنا خلاص جسمي مثلاً اللي هو المتناسق أو غيره، لا أنت عندك لازم العضلة نفسها يكون أساسها قوي، لازم تبلش من أساس صحيح، فبالتالي اول شيء لازم يكون عندك النظام غذائي جيد، تتبع نظام غذائي، تمرينك تختار التمرين الصحيح، تستهدف العضله، تحس بالعضله نفسها اللي انت قاعد تستهدفها، التمرين هل هذا قاعد يحركها لي او لا، لان عندك زاويه الايد تفرق معك اثناء التمارين. عندك الموضوع الثاني اللي هو اختار المدرب الصحيح اللي هو يساعدني في مثلا توجيهي، او يعني يعطيني من خبرته يعلمني، لان المدربين يكون اكيد عنده خبره اثناء يعني على مدى السنين اللي هو تمرنها، يكون عنده خبره فينصحني لا ابتعد عن الامر هذا، اخذ هذا. تقدر تختار السبلمنت، عندك السبلمنت ولكن مو كل السبلمنت بشكل عام، تختار السبلمنت اللي انت يحتاجه جسمك، تقدر تراجع ايضا دكتور تشوف شنو انا جسمي ناقص، شنو جسمي يحتاج. جسمك انت تحدد هل تبي على مدار السنه ولا تبي مثلا فتره معينه، فبالتالي الجسم الطبيعي راح يتم عندك على مدار السنه، ليش؟ لانه يبني بصوره مو سريعه جدا، انت الجسم عندك اول شيء يكون محتاج الاكل، محتاج الفيتامينات، محتاج البروتينات، محتاج التمرين، اول شيء راح يعطيك بصوره سريعه خلال 3 اشهر، ولكن من بعد راح يتطور بصوره شويه بطيئه، هني عاد انت تغير تمرينك، تغير جدول اكلك، فالتغيير ما يجيك بصوره سريعه، ولكن عقب ما تريح او غيره ما راح يخترب جسمك بصوره سريعه، راح يتم معاك على مدار السنه هذا اذا انت تميت تمارس الرياضه. وايضا راح تكون صحتك زينه، راح تسوي تشيك على الفحوصات نفسها بجسمك، التحاليل تشوف ان جسمك اللي هو بصحه ممتازه،
حصلت على الصحه اللي انت تبيها، جسمك راح تشوفه متناسق، الجسم الطبيعي مو الجسم اللي هو اوفر تحس انه لا هذا مو طبيعي، هذا اكيد ماخذ شيء او غيره. فبالتالي على اساس تحصل على الامور هذه، التغذيه، التمرين صحيح، المدرب صحيح، النادي صحيح، البيئه الصحيحه اللي انت تتمرن معاها، المجتمع، اصحابك اللي بالنادي هم انت تختارهم يساعدونك، يوجهونك، يعلمونك شنو تاكل شنو ما تاكل، التمرين هذا صح، قيد تمرينك، زيد عدد العدات، قلل عدد العدات، زيد الوزن، دش كارديو، هذه الامور كلها راح تساعدك ان تختار التمرين الصحيح. هذه الامور كلها راح تساعدك انها تعطيك جسم متناسق وجسم مثالي والهدف اللي انت تبي توصل له، ولازم تحط لك هدف عساس توصل حق اللي انت تبي. هذه كانت فقرتنا اليوم، ان شاء الله اتمنى الجميع استفاد منها. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديده. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. اليوم ان شاء الله راح اقدم لكم تمرين عباره عن تمرين حق اللي هي عضله المثلثات. وعضله المثلثات طبعا ما تحتاج وزن عالي، تحتاج فقط تركيز، تلعب تمرين، طريقه التمرين انك تلعبها صحيحه على اساس تستهدف اللي هي عضله المثلثات اللي هي بالمنطقه هذه. اليوم راح يكون معي جهازين جانبي اللي هو جهاز الدامبلز زائد اللي هو البار. طبعا البار انا حاط عندي 5 كيلو، مو وزن ثقيل. راح اشرح لكم طريقه التمرين، تشوف طريقه الكوع، طريقه الكتف، شلون ترفع الكتف عشان تستهدف العضله هذه، لان بعض الاشخاص لما يلعب التمرين ما يوصل حق العضله 100%، فبالتالي ما يحس بالتمرين، او تلقى ان حتى المثلثات عنده تختلف عن بعض لانه قاعد يرفع بيد والايد الثانيه ما قاعد يرفعها بالشكل المطلوب. الحين راح ابلش بالتمرين الاول. ثبت ايدك بجانب رجلك، لاحظ معاي الكوع نوعا ما اثني، اصعد بالشكل هذا. شوف لاحظ اللي قاعد يرتفع وياي اللي هو الكتف، بمعنى لما يرتفع الكتف المنطقه هذه هي اللي قاعد تشد معاي، يعني لما كنك قاعد تسكر كتفك الى الاعلى، فبالتالي راح تشد اللي هي معاك منطقه المثلثات. انزل بالكامل، افرد ايدي، لما اصعد افتح ايدي. شوف نزلت فردت ايدي، صعدت. طبعا التمرين هذا راح يكون اللي هو حق المثلثات الامامي. شوف لاحظ معي من الزاويه هذه، لما اصعد ما اميل جسمي، جسم ثابت خلاص، الجسم ما احركه، ما يعني ما يتحرك معي نهائيا، فقط الذراع تحرك معاي والكوع اثني نوعا ما والكتف الى الاعلى. لاحظ جسم ثابت ما قاعد يتحرك لا الى الامام ولا الى الخلف، فقط ايدي اللي قاعد تحرك معاي. هذا التمرين الاول. التمرين الثاني طبعا الحين راح اخذه جانبي. ثبت الدامبل بجانب جسمي، اصعد. حاول انك تركز. لما اصعد لاحظ انه قاعد اثني، الايد قاعد اثنيها نوعا ما، الكتف قاعد يتحرك معاي الى الاعلى. وهذا التمرين يعتبر تمرين جانبي للمثلثات، بمعنى الدامبل بجانب جسمي ما راح اخليه الى الامام، الى الامام راح يكون تمرين امامي، لا الطريقه هذه، اصعد انزل. الحين طبعا راح اخذ اللي هو تمرين حق المثلثات الخلفيه، راح اخذ البار.
مثبت البار بالطريقة هذه، راح أبين لكم إياه أيضاً من الزاوية الثانية على أساس أبين معاكم أكثر. أرفع كتفي بالكامل، لاحظ معاي من الزاوية هذه راح يبين معاك أكثر. شوف لاحظ عضلات المثلثات هي اللي قاعد تشد معاي، بمعنى ما قاعد أرفع كتفي فقط، لا قاعد أحاول أرفع كتفي إلى الأعلى وأضم على رقبتي على أساس أنها تشد معاي عضلة المثلثات، وهذا التمرين يعتبر تمرين خلفي للمثلثات. نوعا ما اثني ايدي لما اصعد نفس ما ذكرت لكم، انزل افتح ايدي بالكامل. طبعا بالنسبه حق التمارين هذه اكون بينت لكم تمرين حق عضله المثلثات الامامي والجانبي والخلفي. ركز بتمرينك، ركز بزاويه ايدك، ركز بطريقه كتفك شلون تكون على اساس تستهدف العضله او المكان اللي انت بتحركه لعضله المثلثات. وهذا كان تمريننا حق اليوم، اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.